خلينا بس نرجع كده مع كمان المشاهدين ونبتدي نفتكر المشوار، مشوار النجمة العشرة للأهلي، وقبل أكيد الوصول للنهائي أمام كايزر تشيفز والفوز عليه كان بثلاثية متقنة حقيقي في المباراة اللي أقيمت زي ما احنا عارفين في المغرب. ونفتكر برضو مع بعض المشوار اللي كان من البداية، بداية الفوز على صنديب بطل النايجر ودور ال 32 ذهابا وإيابا، بعد كده الصعود لتاني مجموعته واللي ضمت سيمبا وفيتا كلوب والمريخ، بعد ما جمعنا 11 نقطة من 3 انتصارات على المريخ وفيتا كلوب كان 3-0 على سيمبا التنزاني كمان بهدف كان وقتها دون رد، وتعادلين كان مع وقتها فيتا والمريخ. في دور ربع النهائي كانت أقوى بقى المواجهات في بطولة، لما في البطولة لما جه وواجهنا أو واجه الأهلي سان داونز وحقق الفوز كان بهدفين دون رد، ده في القاهرة، وبعد كده التعادل الإيجابي في بريتوريا بهدف لكل فريق، وبعد كده كانت مباراة رد الاعتبار زي ما بيتقال أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، وبعد كده خطف بقى الفوز من رادس كالعادة بهدف كان نظيف في الذهاب، وفي العودة في القاهرة فزنا بثلاثية، وأخيرا كان زي ما بيتقال كده مسك الختام بقى على أرض الشقيقة المغرب بالفوز اللي كان عريض جدا على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد. فده التاريخ بتاعنا، هي دي أو ده المشوار زي ما بيتقال عليه، ده المجهود، ده السعي، دي الحاجات اللي تمت على الأرض اللي حضرناها وكنا مبسوطين وكنا على أعصابنا، ولكن الأهلي في الآخر فرحنا. النجمة الأفريقية العاشرة زي ما بيتقال كمان أبعدت الأهلي عن أقرب منافسيه في أفريقيا بفارق كان وقتها شاسع جدا، هم أكيد زي ما احنا عارفين الزمالك ومازيمبي الكونغولي أصحاب الخمسة بطولات فقط. أصبح كده بنتكلم يمتلك فرصة يعني للظهور بقى للمرة السابعة في المحفل الدولي الكبير وهو مونديال الأندية بإذن الله.